قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم ادنوه فعل امر لا لازم انا اقول ايه وصل بارك الله وصل الى بكل ما حرك تحريك بلا لازم خرج المحرك تحريكا غير لازم مثل لا رجل تحريك رجل لا صبر يا زيد البناء عالي 15 البناء عالي إلا من قبله البناء عالي قالوا ما رأيكم في الفعل الماضي ضرب قال السيبويه لا تلحقونها لأنه يشبه المضارع يقع خبرا ولا اعتمد وحالا وصلة له شبه قوي بالمعرف لأن لا تقول في ضرب وقتها لا تقول ضرب وقال بعضهم بل تلحق تقول ضرب وتقول جلس تقول ضرب وجلس وتوسل بعضهم قال إذا لم يوهم ضرب لو قلت ضربه يظن أن الهاء موعود به لأنه فعل متعدي لكن جلس لا إيهام لأنه فعل لازم لا ينصب مفعولا على بعض المال ويسبوا إلى عدد الأخر أن الفعل الماضي وإن كان ملازم للبناء لكنه يشبه المعرض فلا تحقق ذا عند الأخر أنا أقول إيهام ووصل إلى يجوز بكل ما فرنك تحت الكابين عندك شد قول القائد يا رب يوم لي لا أول له أرمض من تحته وأضحى من علو علو بناءها غير ذا سؤول حق الثاني وجه زيادة في البيت وجه زيادة ليش حكمنا بزيادة ساقط ببعض من بعض النسخ الألفية كذا فقط لا غير ويمكن فهمه مما بعده وصلها بغير تحريك وصلها بغير تحريك وبدين هو من هذا التفصيل له وساقط بعض النسخ هل رأيتم أحد نص على هذا؟ نعم رئيس بعض قال هذا لم يذكره أصلا سقط من بعض النسخ المغاربة وسقط من نسخة الشاطبي ومثل نظيره في إعراب الفعل المضارع والأمر إن كان بغير فعل وإن كان بغير تنصيب وإن كان سقط بعض النسخ ماذا قال؟ وصل هذا بغير تحريك الشيخ وفي المدارة يستحسن ثم قال وربما أعطي له الوصل ما يبقى منه وربما عمل وعطي له الوصل ما يبقى منه كقراءة ورش وإن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي وقال بعضهم لقد كان لي سبأ في مساكنهم وصل قال لقد كان لي سبأ فبهديه مقتده قل لا أسألكم حمزة يقول اقتدي قل لا أسألكم استعملها في الوقف فقط اقتدي قل لا أسألكم لم يتسنه وانظر القراء كل أكثر من يقول لم يتسنه وانظر أعطى الوصل حكم الوقف وكذلك لا بس وكذلك قال سمع من بعضهم بعد فزارة يقول هذه حبلو يا فتاة هذه حبلو يا فتاة وهم يبذلون الألف المقصورة في آخر الاسم وهو الوقف ومع ذلك بالوصف قال حبلو يا فتاة حبلو العرب لهم في هذه طي يقول حبلي وفزارة يقول حبلو وبعضهم يقول هذه أفعو وهذه أفعي وأغلب هذه أفعى بالهمزة أفعى بدون همزة والغريب أن بعضهم يقول رأيت رجلا أصلا هي آخر ألف رجلا جعل همزة رجلا قال بعضهم إن لي طي نسوة تحت الغضي يحفظهن الله ممن قد طغي بالمشرف يأتي وطعن بالقاني أبدل الألف ياء يعني في الوقف لغة فزارة أو طي ومن أعطاء الوصل حكم الوقف قول بعضهم لقد خشيت أن أرى جدب في عامنا ذا بعدما أخصب إن الدب فوق المتون دب وهبت الريح بمول هب تترك ما أبقى الدب سبسب كأنه السيل إذا سحب أو الحريق وافق القصب والتبن والحلفاء فالتهب أنا أقول إيه وربما أعطي له الوصل ما الوقف وفشا منتظمة في النظر الكثير